بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعزائنا مشاهدينا في قناة باقة أفكار، النهاردة هنعمل موديل الجميل ده من البلوزة الكروشيه. هنعمل الجزء العلوي ده وهنكمل الجزء السفلي ده في أجزاء تانية، وممكن نغير الموديل من تحت، لكن احنا هنبتدي في الجزء ده. أنا عملت جزء بسيط منه ومخلصتوش للنهاية. أنا عشان أبتدي الجزء ده لازم الأول ببتديه من فوق هنا، فبحسب الديكولتيه بتاع الرقبة ده أو الفتحة بتاعت الرقبة سلسلة تساوي الاتساع اللي انت عايزاه في المنطقة دي، بس بشرط تكون السلسلة عددها بيقبل القسم على 12، لأن المسافة من هنا لهنا 12 سنتي، في كل مثلث من دول 12 واحدة من السلاسل، عدد 12 وحدة سلسلة من عمود ده لده عدد 12 واحدة. وانا هسيب لكم الباترون بتاع البلوزة دي او الجزء ده في باللينك بتاعه في صندوق الوصف. الباترون اهو ده البداية بتاعتي، اهي السلاسل اللي انا ببتدي بيها اتساع دوران الرقبة. زي ما قلت المسافة من هنا لغاية هنا عدد 12 سلسلة، يبقى لما انا هعمل سلسلة بدوران الرقبة لازم يكون بيقبل عدد على 12. تمام، هنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض بعد ما انا بدأت الجزء الاولاني ومشيت فيه ووصلت فيه لغاية السطر ده. فاللي انا بعمله دلوقتي هو السطر ده. شرط اساسي عشان تنجح معايا البلوزة دي ان الدوران بتاع الرقبة لما بشتغل عليه يكون دايرة كاملة بدون زيادة تبان على شكل كرانيش او دي في السفرة بتاعتي. هنشوف السفرة دلوقتي اهي على الطبيعة. ده شكلها اهو، مفيش هنا كرنشة او زيادات في الرقبة. المسافة اهي من هنا لهنا زي ما قلت عدد 12 سلسلة. تمام، انا هشتغل في الصف اللي انا كنت بشتغل فيه معاكم دلوقتي اهو. الخيط ده خيط قطن مصري 100%. بشتغل انا هنا بضم كل عمودين مع بعض، وهنا عمود وهنا اتنين مع بعض. فانا هشوف اهو، هخلي على الابرة العمود التاني اهو، احط دول مع بعض، بعدين بعمل العمود اللي بعدها عمود عادي خالص، وبعدين الاتنين اللي بعدها بضمهم مع بعض. بعدين باخد ثلاثة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة. العمود ده بعمل فيه ثلاثة وده بعمل فيه ثلاثة. تمام، لا اتنين واحد اتنين اتنين، ادي واحد في نفس المكان اهو. العمود التاني دون اي زيادة في السلاسل، انا هعمل واحد بس، هنا اتنين. بعدين واحد اتنين تلاتة، وزي ما قلت هنا هنختصر اتنين مع بعض اتنين مع بعض. ادي اول عمود، العمود التاني الاتنين بحطهم مع بعض. بعد كده ده في عمود، واللي بعدها عمودين
ماشي، هعمل ده هنا عمود، بعد كده هختصر الاثنين دول في راس عمود واحد. بعدين ثلاث سلاسل، وهشتغل هنا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد سلسلة، وهكمل هنا في دي ثلاثة. أنا كده اشتغلت معاكم مكررة واحدة من المكررات اللي على الكمبيوتر، ادي واحدة من هنا لهنا اللي انا عملتها معاكم دلوقتي اللي هو الصف ده بالظبط. تمام، كويس جدا ان الواحد يبقى عنده الكمبيوتر الشاشة او شاشة الموبايل علشان يكبر ويصغر الباترون، ويساعده ده كويس جدا في ان هو ينفذ اي واحدة من الكروشيه. كده احنا هكمل باقي الصف بتاعي، وهفضل اشتغل هنا لغاية ما اوصل ان ده يوصل معي هنا الطول اللي انا عايزاه للكم، وابتدي اعمل حردة الابط عشان ابتدي اشتغل البادي بتاع البلوزة زي الشكل كده موضح هنا بالظبط. انا هشتغل الطول ده لغاية هنا من اول راس الكتف كده لغاية هنا عشان ابتدي ازود هنا وابتدي اعمل الجزء السفلي من البلوزة. اتمنى انكم انتم تنفذوا معايا جزء جزء، ولما نوصل الجزء التالت ان شاء الله هشرح لكم انا هبتدي فيه هنا ازاي. شكرا.